السلام عليكم. في كل عام تتعرض العديد من القوارب والسفن الضخمة إلى حوادث خطيرة جدا، والتي لحسن حظنا يتم تصوير البعض منها من خلال كاميرات المراقبة، وهذا ما سنشاهده معا في فيديو اليوم، فتابعونا إلى النهاية. لكن كعادتنا وقبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. هيا لنبدأ. في هذا الفيديو الذي تراه أمامك الآن، يمكنك أن ترى ما استطاعت هذه السفينة الكبرى فعله لهذا اليخت، وكيف حطمته في مشهد مخيف جدا. الجدير بالذكر هنا أن تكلفة هذا اليخت تصل إلى حوالي 17 مليون دولار، وقد تم تحطيمه في مدة لا تزيد عن 15 أو 20 ثانية. وأما عن طول هذه العبارة التي يصل طولها إلى 1200 قدم، قد اصطدمت في هذا الجسر الحديدي، لم يكن قبطان هذه السفينة يدرك ما سيحدث بعد اصطدامه، حيث أدى في النهاية إلى تدمير هذا الجسر بالكامل في واحد من أبرز المشاهد المرعبة للغاية. كما أن هذا الجسر قد سقط على هذه العبارة بطريقة محترفة ومرعبة جدا. يقال أن هذه السفينة كانت تضم حوالي 140 راكب، وبعد أن اصطدمت في هذا الجسر الخرساني، يقال أن السبب هنا هو فقدان الكهرباء، ونتج عنه بعض الإصابات. استطاع هذا البطل إنقاذ صديقه في الوقت المناسب، وذلك قبل أن يتعرض لإصابات خطيرة في حادث تصادم هذه السفينة الكبيرة بهذا اليخت الذي كان يقف الرجل فوقه. وأما عن هذا الشاب البالغ من العمر 13 عاما، يركب الدراجة المائية، لكنه اصطدم بهذا الرجل الذي كان موجودا على متن هذا القارب بطريقة محترفة وكوميدية وغريبة بعض الشيء. لم يكن قبطان هذه السفينة منتبها لوجود سفينة أخرى أمامه، ولهذا اصطدم بها بطريقة مخيفة، وأدى ذلك إلى تحطيمها وتهشيمها بهذه الطريقة. من المفترض أن هذا اليخت كان يتم نقله باستخدام هذه السفينة الكبيرة، ولكنه سقط في المياه من على ارتفاع 50 مترا وغرق في أعماق المياه. وأما عن هذا الرجل الذي كان يحاول سرقة هذا اليخت، نعم هذا اليخت الذي ترونه أمامكم الآن، لكنه اصطدم في هذا الجسر وتم القبض عليه من قبل رجال الشرطة. لم يستطع قبطان هذا اليخت إيقافه في الوقت المناسب، ولهذا اصطدم في هذا الجسر، مما أدى إلى التسبب في إشعال حريق ضخم. وأما في هذا المشهد، ستشاهد تحطم هذا الميناء الذي كان يوجد فوقه هذا البلدوزر الكبير، وهذا أدى إلى غرقه وسقوطه في المياه. في فلوريدا استطاع هذا الرجل تصوير ذلك الفيديو المخيف، حيث كانت تلك السفينة الضخمة المكونة من 7 طوابق تتحرك للاصطدام تجاه هذا المنزل الذي كان يصل سعره إلى 2.3 مليون دولار، ولكن لحسن الحظ تم إيقاف السفينة في الوقت المناسب قبل لحظة الاصطدام. ولحسن الحظ هنا أيضا تم إيقاف هذه السفينة في الوقت المناسب قبل أن تصطدم بالسفينة الأخرى. وهذا الفيديو الذي تم تصويره في اليابان، وكان ذلك بعد حدوث تسونامي الذي أدى في النهاية إلى نقل كل هذه السفن والعبارات الثقيلة على البر. وهنا في هذا الفيديو الذي ترونه أمامكم الآن، تعرضت هذه السفينة إلى الاصطدام بالسفينة الأخرى بطريقة عمودية على جانب السفينة، وهذا جعل عملية الفصل بين كل سفينة تستغرق حوالي عدة أيام، ولهذا كانت تعتبر هذه واحدة من الحوادث الصعبة حول العالم. كانت هذه الحادثة في أكتوبر من عام 2019، اصطدمت هذه السفينة بتلك العبارة التي كانت تنقل البترول. المثير للدهشة أن عملية الفصل بينهم استغرقت حوالي 5 أيام وكلفت ملايين الدولارات.
وأخيرا في عام 2013 تم تصوير هذا المقطع الذي ظهرت فيه كل السفن وهي تقترب من بعضها البعض بشكل مخيف جدا. لكن أصدقائي أخبرونا الآن، ما هي أكثر حادثة أصابتك بالخوف؟ أخبرنا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا الرائعة. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.